فيما يخص هذه التظاهرة اللي تدخل في إطار البرنامج العام لقطاع شباب الرياضة. وهذه العملية مسجلة ضمن البرنامج الولائي اللي يشرف عليه سيد ولي الولاية. دونك هذا البرنامج هو يعني خاص بالفترة الصيفية، أردنا أن يكون متميزا ببعض الأنشطة الرياضية ذات البعد الوطني على الأقل. يعني هذا راه كان يتبع يعني بعد ما صرا عندنا لوتريل دالجي كي تي بريمير، وكذلك المهرجان الفانتازيا اللي كان يعني في الايام القليله الماضيه. اليوم نشهد يعني لا ترافيرسي دلابي اللي حبينا يعني يكون متميز، يعني عبور الخليج للجزائر كان في القديم يعني، وحبينا نرجعوا له بعد غياب لمده عشرات وعشرات السنين. الموزه اليوم رانا يعني في مكان رائع جدا بعد التهيئه والاستثمار الكبير اللي دارته الدوله الجزائريه. حبينا نعطيوه اون اوتر في باسكو سي بريت او بلون تكنيك، يقدر يكون يعني فيه ديزاكتيفيتي دو تري نيفو بما فيها لو ترياتلون، وهذا عبور الخليج اللي كان سنة 2023 يعني بعلموها على مسافة 5 كيلومتر بمشاركة 150 رياضي ورياضية. هاد السنة عطيناه البعد الوطني هو بمشاركة 250 رياضي، فيهم 50 مرة وفيهم 42 اللي هما ينتميوا إلى الأسلاك الأمنية، يعني كرياضيين اللي هما كانوا مشاركين معنا. العام الجاي إن شاء الله نصبوا إلى أن يكون يعني في بعد دولي ويكون على 16 كيلومتر بمشاركة 350 رياضي إن شاء الله على الأقل. نظن باللي اليوم يعني هذه راه نجاح كبير، خاصة أنه أنشطة ثقافية وأنشطة ترفيهية كما كنتوا تلاحظوا فيها كانت يعني على الهامش، اللي أعطت يعني ذوق خاص. نشكر كذلك يعني المساهمين معنا من الناحية المادية واللوجستيكية، خاصة يعني مؤسسة يعني جيزي اللي كانت يعني الراعي الرسمي معنا، بالإضافة إلى كذلك الجيري تيليكوم اتصالات الجزائر اللي كانوا حاضرين معنا ومشكورين يعني أنهم يغطيوا العجز المالي وكل ما توسكي لوجستيك بارابور ليزيفالمون هادو.